اهلا وسهلا بمشاهدينا مره تانية، ورجعنا من الاستراحه وهنبدا دلوقتي بقى الشوط الثاني. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. انا بفرد جزء من العجين، عايزه اعملها شكل كده، ايه شكل السينامون رولز بس بالبيتزا، بعجينه البيتزا. فخليني بقى ايه ابدا اديها الشايب ده عشان انا اقطعها كده. بسم الله. وطبعا زي ما انتوا عايزين، انتوا بتحبوا بقى العجين فيه شويه سماكه، ما بتحبوش فيه سماكه، دي حاجه ترجع لكم يعني. الثكنس بتاعها ده او فكره التخانه بتاعتها دي تبقى ازاي، دي ترجع لحضراتكم كده. خليني بس ابدا ايه اخد دي هنا كده على الناحيه الثانيه، وهنرولها مع بعض بشكل حلو. في ناس بتحب تفرد البيتزا دي على دقيق السميد البسبوسه الناعم، ممكن يعني بيديها شويه ايه كريسبي كده، شويه تبقى كريسبي شويه. خليني ايه افرد بس كده بشكل حلو هنا كده. دي هتبقى الحروف الاطراف اللي من الاخر، هظبطها برضو مع بعض. هنبدأ هنا كده نفرد سنة، ده شكل لطيف وسهل للي حابب يعمل منها حاجة كده. تعالوا بقى شوية من الصوص ده، طبعا ما بنجيش ناحيه الاطراف قوي، الريحه روعه كده عشان ما تطلعش من الاطراف لما اجي اقطعها، يعني حاجات بسيطه كده. بصوا شايفين الصوص حلو ازاي بتاع البيتزا وثابت عليها ازاي اهو، شايفين؟ مش عايزه اكتر عشان هبدا بقى احط عليه ايه. انا هحشي عندي هنا مثلا سلامي، طبعا اللي موجود عند حضراتكم تقدروا زي ما انتوا عايزين، عايزين بس جبن، بس عايزين سلامي وبيبروني وكده مفيش مشكله. خليني بس ايه ابدا اخد هنا كده عشان لما اجي ارولها. بسم الله. بصوا بقى هاخد كده، ادي سلامي بحط هو الاول مع الصوص لانه عايزه يبقى شكله طعمه حلو ياخد من الصوص ده فيبقى طعمه حلو. اهو شايفين. طيب هاخد كمان شويه عليه من الشيدر جوه كده. الاول كده لازم اول حاجه على الصلصه شويه تشيز في الاول عشان تمسك فيها وتبقى ليها طعم كده غير اللي بنحطها على الوش. اوكي هاخد فلفل الوان، خليني معلش انا عايزه احط من الطليان احلى بيبان كده. الله بصوا دي بقى سريعه، يعني انا بصراحه لما بعمل في الولاد في البيت بنعمل الرول دي سريعة كده وحلوة وتترل كلها بقى والواحد يرتاح ويفرد العجينة ورا واحدة. قول بتشيز عاملها لك. بصوا بقى مخرجنا قال جملة حلوة ما تخليهاش تطلع في دماغي عشان بس انا ايه عايزة اعمل الاساس، نحشي في الاطراف هنا ونقفل عليها كده وتتقفل كده زي الستافت كراست فيها تشيز، ودي فكرة رائعة والله اللي هعملها لك حلقة تانية، بس هنعملها هيلسي صحية وبدي شوفان ونشوف اصدقائنا ايه يبقوا معانا. حط رشه بسيطه بس من البصل الاخضر بتدي تيست كده حلو، وهحط برده شرايح بصل خفيفه قوي احمر لانه بيبقى طعمه حلو، او الابيض براحتكم يعني، بس انا بقول لكم يعني ايه اللي بيبقى طعمه لطيف. اهو كام شريحه بس خلاص هنا كده شايف، بس مش كتير. وعشان خاطرك انت يا مخرجنا بس
تشيري توميتو عشان ايه اهو كده تدوب في النص مع الحاجات الحلوه دي. وطبعا هناخد شويه موتزاريلا. بصوا بقى حتى لو الموتزاريلا دي فيها قطع، في منها قطع في اصابع، وفي ممكن تكون عملت كده منكم لان انتوا كنتوا طلعتوها فتره مش فارقه بره، فالحر ساعات بتعمل كده فبيروح شكل الشرايح، بس دي بتبقى احلى. انا اصلا بجيبها القطعه الواحده وبقطعها. بصوا كده اهو خلاص، شايفين الجمال؟ يلا بينا تعالوا بقى اشوف بس كده اللي في الفرن. بسم الله. ممكن اخد الجلافز اطلعه. الله، بعمل كون اصلي. بصوا بيتزا الكون دي، معلش بقى. واو، بصوا دي لسه هنعملها دلوقتي، اوريكم الشكل ده انا عملته ازاي. يا لهوي. طيب هقفل بقى انا دي ما تتكلموش ونقفل. بسم الله. هنا لا يا روح قلبي. بصوا بقى ناخد كده رشه من الدقيق اهو، هقفل اهو. هاتوا بقى دي، هنقفل كده، هنقفل كده الحروف، هنسكن كده اهي. وهاخد بس هنا كده عشان لو قلبتها على الناحية دي، هقفل العجين هنا حلو. بصوا بقى ده كله مش هيبان لان انا هعمل حاجة دلوقتي. هاخد كده بالسكينة دي، وبعدين عندي صاج احطه هنا في ورقة زبدة، وممكن احط عليه نقطة كده من الزيت، نقطة واحدة اهي. وهنعمل كده وهقطع اهي اهي. بصوا اهي دي، وهاخد كده اهي يا، وهناخد هنا برضو عليها شويه من الموتزاريلا دي. بقى هتبدا تظبط في الفرن وهتلاقوها خدت شكل رائع بالمكونات. معلش انا عامله المكونات حلوه، مش العجينه اللي كتيره، بس البيتزا نفسها العجين بتاعها مش كتير. بصوا الحشو اهو، تعالوا بقى هنا كده، شايفين دي كل ده ملموم مع العجين. وش سيبوها هتاخد شكلها وهتشد في الفرن وهتبقى رائعه. والعجينه كده علشان انا عايزاها تطلع فلافي، مش عايزاها تطلع ناشفه قوي زي الكون، لان شفنا الكون ودي برضو طريقه تانية اهي اهي. بصوا كده اهي، شايفين ازاي؟ الله تجنن. خدوا بس حته من هنا، ودي زي ما هي كده مع السلامي القمر ده تتمسك بس كده اهي. شايفين الجمال؟ الله. يلا بينا وهكمل بقى بقيه الجزء اللي باقي ده. خلينا نحط دي هنا ممكن في الصينيه دي، ممكن تبقى ساندوتش زي ده على فكرة، ويتقسم كده ويطلع ساندوتش وتقطع برضو، وممكن تبقى زي ما احنا عملناها قدام حضراتكم. طيب الطريقة التانية ايه بقى هي للكون؟ تعالوا كده نشوفها مع بعض. خليني الأول أشيل دول. احنا قدامنا قد ايه يا حبايبي؟ ايه قولولي؟ طيب بصوا بقى، عايزة بس أبعد من المكان هنا وأوضب كده. هدخل دي الفرن، الحرارة بتاعت البيتزا 200، فرن لازم يكون حرارة 200، حرارة عالية شوية خلاص. وبعدين ما بنشغلش فوق إلا في الآخر لما هي تاخد اللون من الجناب، ونبدأ إيه نقول إن هي كده تمام استوت. نحط بقى عليها إيه التشيز آخر حاجة. بص أنا مش حاطة التشيز دلوقتي لأن أنا هحط تاني قبل ما أسيح الوش عشان تطلع الجبنة دي بيضة ولونها أبيض أهو. وهقفل. تعالوا بقى ناخد هنا الكون سخن مولع. طيب اخد بس طبق رفيع كده صغنوني نحط هنا. الله بصوا دي محشيه ايه ده، انا لسه هحشيلكم حاجات تانية حلوه قوي.
اهي بصوا. آه سخنه قوي، استنوا ثانيه واحده هشيل ده. اوكي كده ونكمل الباقي. بصوا بقى باقي العجينه، مش انا باقي عندي لسه عجينه؟ عندي طريقتين، عندي هنا الكورنيه ده بيتباع بره، بسيط وموجود في كل الاماكن اللي بتبيع حاجات المطبخ، ادوات البلاستيكات والحاجات دي. وبعدين انا اقدر اجمع السينمون دول او اللي انا عملتهم شكل الرول ده، احطهم في واحده صينيه زي دي ويطلعوا لي ورده كبيره شكلها حلو، فتبقى ورده وكل واحد يقطع منها حته. دي فكره ثانيه عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين للكوندا. طيب هاخد بقى للكوندا اعمله ازاي؟ ادي ده عندي، انا يا دوب بس بروح جايبه كده فرشه، نقطه هنا فيها زيت، وبعمل كده حاجه بسيطه قوي عشان لما اجي اشيله يبقى الدنيا امان. خلاص وبعدين هسيبه كده. هاخد من العجين، ممكن نقطعها شرايط وممكن نعملها كده، تبقى كده على رشه دقيق بسيطه هنا زي الايه ال حاجه كده طويله زي ما بنعمل مثلا السميد مثلا. انا عايزاها تبقى بالتخانه دي، فلو بالتخانه دي انا عملتها كده، بوري لحضراتكم الشكل. عايزين بقى تعملوها تفردوها مستطيل وتقطعوها شرايح تبقى شرايح مستطيله، ماشي، بثبت الاول هنا وبعدين ببدا اشتغل كده. بصوا بصوا مع الايد، واحده فوق واحده، واحده فوق واحده، واثبت كده اهي، شايفين ازاي اهي؟ خلاص. وبحطها على الصاج اللي فيه برضو ورق زبده. بصوا كده، هاخد دي رشه بسيطه كده من الدقيق وبعمل كده كده، حتى لو عشوائيه كده هتطلع رائعه. انا عامله دي عشوائيه مش عاملاها بمقاس عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، بثبت هنا في البوز ده الاول هنا عشان اقدر الف عليه اهو. بصوا وبرول العجينه وانا داخله، بس فوق بعض، لازم تبقى فوق بعض اهي، شايفين ازاي؟ واعمل كده اثبت. خلاص اهي، ابقى اطمنت انها اتسكنت تمام. انا بقى عايزه من حضراتكم هتطلع بقى بالشكل ده، عملتها ازاي؟ تعالوا نشوف. في عندي جزء هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، دي اللي احنا سويناها. بصوا بقى من جوه بشيله بكل سهوله، بيبقى سايب مكانه مجوف ازاي؟ ممتاز اهو، شايفين؟ تعالوا بقى ناخد بمعلقه كده، ممكن اخد دي، هناخد من الصوص ده. افرض انا عايزه اعملها زي البيتزا العاديه اهو، بملى من صلصه البيتزا اهي. الله الله الله، لا دي الاول هنعملها يعني اجبان، اجبان وفلفل. بصوا هاخد كده شويه من الفلفل الالوان، شايفين الجمال؟ وعندي هنا شويه من البصل الاخضر، وهحط هنا زيتونه جوه، وهاخد من التونه، هتبقى بحشوه التونه. بصوا اهي، وبصلايه صغننه هنا رفيعه كده معاها، مش هتقول لا. وبعدين هاجي اخد حاجه بسيطه فلفل، وبعدين اقفل بزيتونه تانيه، وبعدين شويه من الجبنه كده. طيب ولو عايزين موتزاريلا هحط حاجة بسيطة على هنا في الجنب. خلاص وهدخلها يا دوب ده يسيح، أنا مش عايزة أسويها، هي استوت خلاص، فأنا يا دوب هدخلها في الصاج بتاعي، أشوفه فين، أين هو؟ أهو أسيح. طب عندي إيه تاني أقدر أعمله؟ أنا ممكن أدخلها. بصوا بقى هعمل كالآتي، هاخد واحدة تانية، وعندي رنجة دي هعملها باردة، يعني باردة يعني مش هحط بقى فيها أي حاجة تانية، هحط كده ممكن تحت أحط مايونيز أو أحط لبنة، وأحط فيها الفلفل الألوان. وعندي هنا بصل أخضر، وبعدين هاخد من الرنجة دي هنا كده. بصوا بالرنجة، خليني هنا أهي جوه كده، أعمل كده اللي جوه شوية، عايزة أحشيها حبة حلوين. وعندي ممكن أعمل ميكس بين الرنجة ومع الطحينة، وطبعا مش هنسى البصل الأحمر معاها، وشري توميتو هنا، وزيتونيه واحده بس عشان هي اوريدي فيها املاح. وهقدمها مع
دول، فممكن تبقى حشوات كده. ولو عايزين تنقوا الصغير ده مفيش مشكله، خليني تاني اخد من الصغير ده اعمل بالتونه. بصوا اهو شايفين ازاي، اهو الصوص بيبقى يجنن يجنن اهو. وبعدين هاخد هنا هحط شويه من التونه تحت، شايفين كده، وهاخد شويه ممكن من الفلفل الالوان اوكي، وزيتونه واحده، بصل، التونه بتحب البصل قوي، وعندي كمان هنا الجبنه التشيدر، على فكره هي تتاكل كده برد اساسا، هسيبها لكم اهي. بصوا اصلا يعني لو انتم مش عايزين حتى تدخلوها تعملوها حاجات بارده هتبقى رائعه جدا جدا. خلاص كده، وتعالوا نعمل واحده كمان، ايه رايكم رنجه؟ نعمل واحده رنجه. لا خالص. كده اهو نعمل لكم واحده بالرنجه. زي ما قلت لحضراتكم هنستعيد بقى عن يعني نغير الصوص ده ويبقى حاجه لبنه او حاجه مايونيز، وممكن نحط رنجه على تونه، وناخد كده واحده زيتونه والبصل الله والجبنه التيدر. واخر حاجه بقى ممكن يعني ايه اعملها مع حضراتكم، حاجه واحده بس خليني اقولها لكم دلوقتي، اخر حاجه ممكن نحشيها ايه؟ ممكن نحشيها شوكولاته. تعالوا بصوا كده الله، عندي هنا اهو بصوا الشوكولاته القابله للدهن، هنحط كده بصوا شايفين الله، يا سلام اهو، دي بقى بتبوظ سعادة زي ما بيقولوا. بصوا بصوا الله، حلوة حلاوة. خلاص كده احنا الشوط التاني خلص. طب يلا يلا بينا هنطلع للاكسترا تايم وناخد استراحة وراجعين لحضراتكم.